تمام، النهارده هنستكمل يا اولاد مراجعه المعلقات، وهناخد النسر فنون النسر. تمام، الدرس اللي بعده برضه هراجع عليه اللي هو من فنون النسر الجاهل. تمام، الحكم بقى والامثال وكده. هبدا اسال، نبدا باحمد دايما. عنترة ابن شداد العبسي اللي هي المعلقه السادسه، قل لي يا احمد نبذه عنه. كلنا موجودين اهو، رحت فين يا احمد؟ لو سمحت رد. يلا. ها، ألو مس، سامعني؟ يا حبيبي كده سامعك، اتفضل. تمام، إيه السؤال بقى؟ يا قولي نبذة عن عنترة ابن شداد، عن عنترة نفسه. نبذة عن عنترة بن شداد. انت كنت بتحبه يا احمد، دايما كنت بعت لي اشعاره. هو عنترة بن شداد العبسي أحد فرسان العرب، كانت أمه حبشية وأبوه أحد سادات عبس. برافو، ايه تاني؟ كان على بيحب فكرة ده مين؟ كله بجيبهم قصة، بجيبهم قصة انا كان بيحب فاكر مين؟ يعني. كان بيحب مين؟ وكان ابوه قد انكره ولم يعترف به، قد انكره ثم اعترف به والحقه بنفسه، لان عنترة كان يدافع عن عبس مع شقائه. بحب عبلة ابنة ايه؟ ابنة مالك. طيب، كان عنده عقدتين، ايه هما؟ عقدتين قصدي، هاني انا رق امه وسواد وجهها وجه. طيب، وجد فروسيته وبطولاته ما جعله ايه؟ يتصدر تقام هاتين ويتنمر. العقدتين وتسأل عنه. طيب، ايه مميزات شعره يا شذا؟ نعم، ايه مميزات شعره؟ نوع ما بين القبلي والذاتي، ويعني تنوع أغراضه ما بين الرثاء والمدح والغزل العفيف في عبلة. تمام، يوسف ماذا قيل عن معلقته؟ يكتب لي. يوسف، مش قصة يا بابا، ده الأدب. دي معلقة عنترة. طب يا سارة، قوليني ماذا قيل عن معلقة عنترة ابن شداد؟ لحظة، نسوة انتي ممكن تلفي الدرس تاني؟ إيه؟ انا بقولك لفي الدور، انا قاعدة باكل. ألف تلف، ألف الدور. يعني ايه اخلي حد يجاوب يعني قصدك؟ طيب قولي السؤال تاني. هنقول السؤال تاني، ماذا قيل عن معلقة عنترة ابن شداد العبسي؟ نظم المعلقة. يعني ايه هالظبط؟ لا، وصف المحبوبة. ده اللي تحدث فيها، تحدث في المعلقة عن ايه؟ ده بقول لك اتقال عنها ايه؟ اتقال عن معلقة عنترة ان هي ايه؟ عارف اتقال عنها انها اجمل المعلقات، اسهلها لفظا، اكثرها انسجاما، ابدعها وصفا. ايه هي المعلقة اللي اتقال عنها ان هي اجمل المعلقات، اسهل الالفاظ،
اكثرها انسجام، ابدعها وصف، هي معلقة عنترة. طيب عدد ابياتها قد ايه يا احمد؟ احمد نعم، عدد ابياتها قد ايه؟ المعلقة دي عدد ابياتها قد ايه؟ 75. طيب ومناسبتها ايه؟ رجلا عاباه بسواد أمه وعيره بأنه لا يقول إلا القصائد القصار. تمام. وتضمنت المعلقة ايه؟ تبدأ ببكاء الأطلال، وصف محبوبته عبلة، ثم تحفظ. الحديث عن الناقة. ماشي، دي اللي اتحدثت فيها، لكن هي كانت متضمنة ايه؟ متضمنة ايه؟ خصاله، مكارم قومه، حسن دفاعه عن قومه. يبقى هي تضمنت ايه؟ خصاله، مكارم قومه، حسن دفاعه عن قومه. تحدث بقى فيها كما يلي. بدأ بإيه زي ما أنت قلت؟ قول لي كده تاني. ها؟ بكاء الأطلال، ها؟ ووصف محبوبته عبلة، أيوه. ثم الحديث عن الناقة ومشاهد الحرب والفخر الذاتي وشجاعته، ثم يختمها بإنذار الصقر ممن سبه. ممن سبق؟ طيب مطلعها هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الديار بعد توهمه؟ برافو عليك، دي كانت اشهرها واشهر المعلقات عندنا، هي معلقة عنتر. بعد كده عندنا الحارس ابن حلزة اليشكري البكي. يلا يا شازة قولي لي كده ايه نبذة عنه. عن الحارس. اه تمام، يعني هو بقى مشهور بسبب معلقته، وكان ليه دور في الحرب اللي هو ما بين طغرل ووكر. تمام. ايه تاني؟ ايه ده؟ وكان وكان موجود في بكر وكان موجود في الوفد اللي جاب بيه عمرو بن هند، وخطبهم مين؟ النعمان. نعمان بن هرة. ولما غضب ابن هند عليه، يعني قرر، يعني وبدأ يقتله أو يخلص عليه، يعني أدنى الملك إيه إيه؟ إيه أنشده، أنشده الإيه؟ المعلقة، مش كده؟ اه ها، فإيه اللي حصل؟ لا ثانية. وبعدين خدوا عنده ملك حارس، ويعني واداله كتير من كرمه كده، وبالغ في كرمه. تمام. طب ما تديني أسئلة أعرف أقول 1 2 3، زبد عنه. ليه ما هو 1 2 3 اهو. طيب قول لي بقى معلقته مالها يا احمد، معلقته مالها يا ساره؟ مالها ازاي؟ معلق تبدو فيها ايه؟ انا بقول لساره تبدو فيها ايه يا ساره؟ معلقة مين؟ الحارس. ايه؟ الحارس ايه السؤال بقى؟ معلقته بتبدو فيها ايه؟ بت ايه؟ صوتي واضح بيتهيألي. تبدو فيها خبرة الايه؟ خبرة الايه؟ خبرة الشيخ وكثرة تجاربه وأنات الحكيم. صح. صح، أنا بقول كلام حلو. طب إيه مناسبتها؟ انت مس ممتازة بجد. مش كده، أنا شاطرة أوي. ايوه انا مش مركزة معاك، انا قاعدة بس والله. هو كل يوم هنتكلم كده؟ آه لا مش كل يوم، انت أصل الأدب، بصرف النظر ما فضلوه عن العلم، ماشي، بس احنا بنتكلم ان الادب ده حاجه نظريه، وانا شرحته في اول شرحنا خالص، فمش محتاج ان احنا بقى ايه نشرحه تاني، محتاج ان احنا نحفظه كده في البيت ونعمل له مراجعه ان احنا نسال.
نطمن كده ان احنا نسمع ان احنا حفظناه، تمام؟ فانا كل حصه يس احنا هنسمع الجزء كذا عشان انتوا تذاكروه معايا، فما حدش بيذاكر. ما انا معرفش ان احنا هنسمع النهارده، عشان كده ما ذاكرتش. صراحة والله العظيم انا قايله، وحتى المره انت كنت حاضره معانا الحصه اللي فاتت وشاده شاده. ما انا كنت حاضره وشاهده، بس انا ما خدتش بالي. ممكن خرجتي ايوه، طلعت في الحته اللي انت قلت فيها هنراجع نكمل ايوه العنتره ونلزق القصه الجايه. احنا طلع فتان اكتر من اللي لسه كنت جاي اقول. ماشي يلا يا احمد كده كمل. ايه المنازله بتاعت الحارس ابن حزم؟ أثناء تحكيم عمرو من الهند بين بكرة وتغلب، بعد حرب البسوس، ارتجل الحارس هذه المعلقة ليستميل بها قلب الملك. قد نجح في ذلك، فقد انقلب ابن هند إلى جانب بني بكر. البكريين، برافو عليك. طيب شذا المعلقة بتدور على ايه؟ كان مدح الملك عمرو بن هند، وكان تمام. الفخر وكان بكر وهجاء قبيلة تغلب، كان وصف الناقة وبقاء على الأطلال. ماشي، بطلعها لا، انا حافظك تمام، القرايه مش حافظ يا شيخ. والله. لا لا، لازم، مش ناقصه، هنقعد نضحك كفايه. مش هامس اذنتنا ببينها اسماء، رب ساو يمل منه السواء. ايوه هي دي؟ هي دي صح. هي دي. انا اكيد انا حافظاها، هي انزل دي ما اخترعها على طول، مش محتاجه يعني. ماشي، الحمد لله، يعني الحمد لله ان هو مش بيقول لك احفظ المعلقة كلها. شاذ، احنا كنا انت بتعمل حلينا كل اكسين صح؟ الاسئله، كنا حلينا كل الاسئله اللي عليهم على المعلقات، مش كده؟ انا مش الحاجة كتاب، مش عارفة. انا احمد قال يبقى لان هو ايه، هو معايا هنا. طيب يبقى انت بتعمل مثلا، مش فاتحة الكتاب عند ماما، علشان احنا المفروض بنسمع. اكيد صح كده، انا هقول لكل المامهات النهارده على الجروب. صح والله، احنا زي كنا من بنسمع. الكتاب هناك. ماشي يلا يا شاذ، ما الوصايا؟ برضو طيب. خلاص، تمام. هلزة مات، في ايه تاني؟ ها، في ايه يا ابني؟ في ايه اللي بيخانق مين؟ مش عارف. خلاصة احكي لي عن طقس. التجارب، احنا قاعدين احنا طبعا قاعدين درس بنتكلم جديد عبارة عن ولا ايه؟ طقس. في ايه يا احمد؟ بدأنا درس جديد. يلا يا شاذ، ما تمام الوصايا؟ تمام الوصايا خلاصة التجارب قائلها، ويوجهها لأصدقائه وأهله وأبنائه، أو حاكم لشعبه. طيب وماذا يغلب على أسلوبها؟ بيغلب على أسلوبها السجع. جميل، يلا حد يا بيعمل هنا. أحمد، حدد خصائص أسلوب الوصايا. نعم، نعم الله عليك، حدد خصائص أسلوب الوصايا. بص يا مس، هو صراحة يعني بأمانة، انتوا أما عيال، مش كبرت عايزه اشتم، مش عايزه اشتم، استنى كده واحده. يعني